التطورات في القضية الفلسطينية بين الساعة والأخرى، بل بين الثانية والأخرى، ولكن بدورها مصر شددت على رفضها الكامل للتصريحات الصادرة من المسؤولين الإسرائيليين بشأن عزم تل أبيب شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع. حذرت مصر من العواقب الوخيمة لهذه الإجراءات. طلبت مصر أيضا بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية ليتم منع استهداف مدينة رفح الفلسطينية اللي بتقوي حوالي 1,400,000 فلسطيني نزحوا ليها عشان تكون هي آخر المناطق الآمنة في القطاع. اعتبرت أن استهداف رفح بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، في انتهاك واضح جدا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أيضا وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. ولحد امبارح نتنياهو بيؤكد أنه هيجتاح رفح وأنه هو مصر، ولكن بعد نزوح المدنيين. على الناحية التانية عندنا سؤال مطروح ومهم جدا، هل الضغوط الأمريكية ليست على القدر الكافي لتلجم الآلة العسكرية الطائشة الإسرائيلية؟ هذه أسئلة نطرحها على عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب محمود القط، ضيفنا في استوديو 8 الصبح. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم، صباح الخير. صباح الفل على حضرتك. وإزاي شايف التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وإصرار الجانب الإسرائيلي على اجتياح رفح؟ هو طبعا زي ما حضرتك أشرتي، هو بالنسبة لنا كمصر تطور غير مقبول في سلسلة من تطورات إسرائيل بتقوم بيها بعنجهية وبربرية حقيقية. بنتعامل معها كلنا من منطلق إن إحنا عندنا شعب خايفين عليه وخايفين على مقدراته. القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضية القضايا طول عمرها. مصر يمكن عاملة شكل لإدارتها لهذه القضية إن هي بتفرض طبيعة دورها في إدارة القضية أو إدارة الأزمة، وليس السيناريوهات اللي بيفرضها الجانب الآخر، سواء الجانب الإسرائيلي أو حتى المجتمع الدولي بدوره اللي هو غير حاسم وغير حازم في قضية إنسانية زي كده. احنا شايفين كويس قوي ان الانسانيه بتنتهك بكل المعاني والمقاييس، شعب بيباد اباده جماعيه بكل المعاني والمقاييس، وفي نفس الوقت المجتمع الدولي مش بيقوم بدوره الحقيقي. فهنا اصبح مصر هي اللي عليها الدور الاكبر، هي ان هي تصر وتحرص على ان يكون ليها طبيعه معينه في اداره هذا الدور، وليس السيناريوهات اللي هي بيتم رسمها. لحد امبارح في تصعيد، لحد امبارح في اصرار على عدم المرونه من نتنياهو، حتى لما بعت الوفد عشان يتفاوض على الرهائن اللي هو المفروض عايزهم واللي هو في ضغط داخلي عنده في الداخل الإسرائيلي عشان يستردهم، إلا أنه هو قال حتى للمفاوضين اللي هو بعتهم روحوا استمعوا فقط. والأكتر من كده أنه هو بيعلن ده. يعني هو الموضوع مش بيبقى سر، هو بيعلن ده، وده استمرار في أنه هو بيقول أن أنا وجودي السياسي مرتبط باستمرار هذه الحرب. وأصبح معروف للجميع أصلا، مش لحد، مش سر، من استمرار وجود نتنياهو السياسي مستمر بوجود الحرب. الحرب دي لو وقفت طبقا للقوانين الإسرائيلية هو هيتعرض لمحاكمات وهيتعرض لتساؤلات تشيله من الحكومة. بس هل هو الأمر يعني هو يبدو احنا ممكن نكون أصلا بنخدم إسرائيل لما احنا نقول انه ده موضوع شخصي، لكن الأمر أبعد من كده، هي بالنسبة لهم هو مشروع قرن. هو حضرتك ان هم فكرة ان هم استغلوا الازمة الاخيرة علشان يحققوا اهدافهم او طموحاتهم اللي بيحلموا بيها العمر كله، ده امر احنا استعجلنا، يعني تم استعجاله في الوقت مش اكتر. وعلشان كده يمكن مصر شايفة الامر دوت من اول يوم، ودايما بتنقل مربع الازمة من يحاولوا يصدروه لمصر، فمصر ترجع مربع الازمة ليهم تاني. عشان كده يعني لو قلنا ان في نجاح للدولة المصرية من بداية الازمة دي، هو ان هي ما تورطتش في ان هي تكون جزء من الازمة، هي دايما جزء من الحل، وهي حريصة ان هي تكون جزء من الحل رغم كل الاستفزازات، رغم كل المؤامرات والمكائد اللي تمت ليها على مدار الشهور اللي فاتت. حتى مع تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لما قال انا اقنعت رئيس مصر ان هو يفتح المعبر، يعني وهو المعبر اصلا كان مفتوح، ازاي ردت ببيان وكان يعني احنا بنقول صبر استراتيجي وحنكة استراتيجية كل حاجة. هو الحقيقة ان احنا علشان احنا فاهمين كويس قوي ان كل دي مكائد وتورطات
الدولة المصرية مقصودة بيها، والتفاف على علشان الحقائق. عشان نلتف، اولا احنا عايزين نشتت الناس من القضية الرئيسية ان احنا عندنا شعب فلسطيني بيباد وفي قضية فلسطينية وفي ارض فلسطينية بتنتهك. طب نلتف حواليها ازاي؟ ان احنا نقول ان مصر ما بتفتحش معبر رفح، طب ما احنا خلينا في اللي جوه، خلينا في المشكلة الداخلية. لكن طبعا هم بيحاولوا برضو، عندنا في نقطة مهمة، الشعوب والرأي العام الداخلي في امريكا والاتحاد الاوروبي كله اصبح حاليا متعاطف مع الشعب الفلسطيني. أيوة. وده امر مهم، فهو بيحاول يطلع خطاب يقول، يحط اطراف اخرى في الازمه ويحط اطراف جديده في الازمه عشان شعوبهم تبدا تلتفت عن هذا التعاطف الشديد اللي مأثر عليهم بالمناسبه. اللي احنا بنقولها بالمصري العامي كده بيرمي بلايه على الناس. بالظبط، ده جزء كبير على فكره من ادارتهم للازمه، وجزء كبير من نجاحنا احنا في مصر ان احنا مش سايبين ان ده يحصل. بنعمله ازاي؟ انا توقفت قدام مقال في هارتس الاسرائيليه للكاتب ياردين ميخائيلي، وكان بيقول لهم الان هو موعد ايقاف الحرب، وقال لهم انه الاستمرار اكتر من كده بيعمق العزله الاسرائيليه. ليه؟ عشان السبب اللي حضرتك ذكرته دلوقتي. واحنا كمان الشعوب بقت تكرههم. بالظبط، احنا كمان بقينا نقول ونعبر عن ده، ان هذا استمرار هذه الحرب في خطوره على الشعب الاسرائيلي نفسه. ودي جمل ما كانتش بتتقال قبل كده، بس احنا فعلا بقينا احنا كمان بنخاطب الشعب الاسرائيلي، بنقول له اعمل حسابك ان الحرب دي فيها خطوره على تواجدك انت، لان انت ما بقتش مقبول في العالم. بالزبط. انت اصبحت مستهدف في العالم كله. ان انت شعب بتبيد شعب اخر، والصور ما بقتش بتكذب وما بقتش بتخبي ده. فالامر دلوقتي اصبح صراع اعلامي وصراع سياسي قوي جدا. يمكن انا برضو بحب قوي ان انا اتكلم على دورنا في مصر، ان احنا تميزنا بالحكمة، تميزنا بالصبر، نجحنا حتى اللحظة ان احنا نظل في مربع مساحة الباحث عن الحل او محور الاساسي في الحل، ولسنا المحور في النزاع او طرف النزاع اللي هم دايما عايزيننا نبقى فيه. طيب ازاي شايف الحراك المصري الدبلوماسي في الفتره الاخيره، واخرهم كان لقاء سياده الرئيس السيسي بالامس واستقبله الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قوتين عظمتين، اكيد هذا الامر في مدلوله وفي توقيته وفي دلالته رسائل كثيره. هو الحقيقه يعني بعيدا عن ان مصر بقى لها اكتر من 10 سنين بتبني علشان توصل لهذه المرحله، ان هي تبقى ليها الثقه الاستراتيجي اللي يخلي العالم كله يدور عليها ويحطها محور ارتكاز. ولكن اللقاء بتاع امبارح بالنسبه لي يعتبر ذكاء شديد من الدولتين. صح. ليه؟ لان الدولتين بيبحثوا عن الصفر مشاكل زي ما بيتقال عليها في نطاق المحيط بتاعهم في الشرق الاوسط، لان هم مدركين جيدا ان التحديات اللي جايه لهم من بره اكبر بكتير في الفتره اللي جايه. احنا حضرتك تحولنا في منطقه البحر المتوسط من منطقة للبحث عن المعادن والتنقيب عن الغاز إلى مسرح عمليات، أصبح في قوات متعددة الجنسيات، أصبح فجأة في كل التشكيلات البحرية من العالم كله بذريعة إن غزة حصل فيها حرب وإن بيحصل انتهاك. طبعا القوات دي ملهاش أي علاقة بغزة ولا بحرب 7 أكتوبر أو بعملية 7 أكتوبر، الموضوع أكبر من كده كتير. فقوة كبيرة زي مصر، قوة كبيرة زي تركيا، لما يكونوا بالذكاء الدبلوماسي والسياسي ان هم يقولوا احنا عايزين يبقى بيننا صفر مشاكل وان احنا نبحث عن حلول. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه جمله مهمه جدا، ان منطقه شرق شمال شرق المتوسط احنا نحن سعداء بما يتم فيها من تفاهمات لحل جميع المشاكل لنتحول للتعايش بدلا من النزاع والصراع. هنا بيقول ان مصر هيكون ليها دور كبير ان شاء الله الفتره الجايه في حل المشاكل التركيه مع جيرانها ايضا في شمال شرق المتوسط. ليه؟ احنا عايزين نبحث عن استقرار هذه المنطقه والتعايش فيها والاستفاده من مواردها. احنا شفنا امبارح لما اتكلموا على الأزمة الليبية وبداية التفاهمات المصرية التركية فيما يخص الأزمة الليبية، كل ده ذكاء من الدولتين. بيقول ان احنا مدركين جيدا ان التحديات القادمة من الخارج اكبر بكثير مما يستدعي ان يكون بيننا مشاكل داخلية. الحديث عن غزة وعن فلسطين، شفنا التوافق التام في بين الدولتين، وبالمناسبة هذا التوافق بيبقى ليه اهتمام كبير جدا سواء من امريكا، سواء من اسرائيل، سواء من الاتحاد الاوروبي، ان ما دام الناس دي متوافقه مع بعض يبقى اذا هم في صناعه القرار او في التعامل مع القرارات في داعمين لبعض فيها بالسبل السياسيه والدبلوماسيه. كل ده ما كانش هيتحقق، وخلينا برضو ناكد للناس لان ده امر مهم جدا، الا لو كانت مصر على مدار العشر سنين اللي فاتت، واحد، بنت قوة عسكرية قوية تجعلها قادرة ان هي يكون ليها كلمة، اتنين، خلصت سيناء
من الإرهاب ده. أنا أن نتخيل أن سيناء لو كان فيها إرهاب النهاردة كنا هنبقى قادرين أن احنا نقف الموقف دوت ونقف بهذا الثبات وهذه القوة. الثالث والأهم التنمية الشاملة اللي اتعملت هناك. التنمية اللي بتتعمل في سيناء والحكومة تستهدف أنها يبقى فيه 5 مليون مواطن مصري بيعيشوا في سيناء ويبقى فيها مشروعات وجزء لا يتجزأ من مصر، هي مطمع وبيتم فيها التنمية. أمال لو ما كانش بيتم فيها التنمية كان زماننا عاملين ازاي دلوقتي؟ أخيرا، في بعض الناس قلقانة من الممارسات الإسرائيلية، تقول لهم إيه؟ احنا فعلا لازم نبقى قلقانين ولازم نعبر عن هذا القلق، لان هذا القلق اللي بيظهر من الشعب المصري بيمثل ضغط على المجتمع الدولي وعلى المجتمع العالمي. لكن مع هذا القلق لازم ان يكون لدينا ثقة تامة وشاملة في الدولة المصرية، في مؤسسات الدولة المصرية، في السياسة المصرية وفي الدبلوماسية المصرية، لانهم ناجحين حتى اللحظة. خليني أكد لحضرتك اللي بدأته، ان نظل جزء من او محور رئيسي في الحل ولسنا محور او جزء من الصراع، ومصر دايما جاهزة لكل السيناريوهات للدفاع عن أمنها القومي أيا كان هي. بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.